الله وبركاته مرة تانية مع الجزء الثاني من محاضرتنا واللي هنبدأ فيه في مجموعة من الصور العجيبة الحقيقة، وحتى الصور اللي انتم متعودين عليها هتلاقوا فيها حاجات عجيبة. احب قوي تملي لما نجي نكلم الشباب اللي بيحب الآثار والتاريخ، ان انت ايه فكرة ان انت تقدر تعيد كتابة التاريخ؟ ما التاريخ اتكتب 500 مليون مرة، يعني هتعيد كتابة دي ازاي؟ يعني هتعيد كتابة اللوحة دي ازاي؟ لوحة رشيد، عايز تقول لي ايه؟ عايز تقول لي الدنيا كلها كتبت فيها كتب وعملت فيها دكتوراهات وافلام تسجيلية وايش ناشونال مش عارف جيوغرافي ايه وايش بريتش موزيوم، كل الكلام ده، ايه الجديد اللي انت ممكن تحطه في كتاب او في محاضرة او ان ناس تتجمع التجمع العظيم اللي احنا فيه ده جايين من اخر الدنيا عشان يشوفوا اول صورة في المحاضرة تكون لوحة رشيد؟ هقول لكم ايه الجديد. اول حاجة، حاجة الرشيد تسمية خاطئة. أدي تاني غلطة النهاردة. هنعد مع بعضينا بقى، على حضرتك العد، على حضرتك تعدي معايا. دي تاني خطأ. ليه بقى؟ تمام. ليه؟ إنها حجر. ما هو الحجر؟ الحجر الذي تقتطعه من المحاجر. رحت المحاجر، جبت العمال العظام، عملوا كده، خبطوا الحجر، نزلوه. الحجر بقى في الشارع، الحجر بنيت بيه بيت، الحجر كسرته صغير ورميته على الصهاينة. تمام. فاصبحت انتفاضه الحجاره العظيمه اللي علمت العالم كله، واللي كلمه انتفاضه اتحطت في القاموس الانجليزي. ما لهاش شرح تاني، ما لهاش شرح تاني، فحطوها انتفاضه بالانجليزي كده. اللوحه هي الحجر المنقوش، يبقى انت حطيت نقش على حجر اصبح لوحه، يبقى انت بتقدرها. يبقى بالظبط كده زي ما واحد يقول لك يا بني ادم، واحد يقول لك يا بني ادم، كده في فرق في الاثنين. طيب، يبقى اول حاجه هي لوحه، لان واضح انها منقوشه، ومنقوشه حته نقش غير من تاريخ العالم. الجزء الفوقاني هيروغليفي، وهي كتابات الارباب المقدسه في مصر القديمه. يعني انا وانت، بما ان احنا نفس الطول او انت اطول شويه عشان نعديها، لان انا امبارح اكتشفت ان في واحد اطول مني في مصر. كويس، استاذة لونة هي المسؤولة عن التعارف ده، حطمتي أسطورة المسلة المصرية استاذة لونة. كويس كده، أصبح عندنا مسلة مصرية سورية أو سورية مصرية. كويس، أنا وإنت ما نكتبش هيروغليفي، أنا وإنتو ما نكتبش هيروغليفي، أنا وإنتونا ما نكتبش هيروغليفي. أما مين اللي يكتب هيروغليفي؟ الملك، النبلاء، دكتور عزة، النبلاء، كويس كده، الأميرات، الملكات، البلاط الملكي، الناس اللي واخدة الأوكي إن هي تعمل ده، تكتب الهيروغليفي في المقبرة. ده نوع من أنواع التكريم، إن أنا أقول لك فلتكتب الهيروغليفية في مقبرة، ده تكريم رهيب، تكريم على أعلى مستوى، لأن هذه هي الحروف التي تكون الكلمات، التي تكون العبارات اللي هيتم ترجمتها في الحياة الأخرى. والأرباب المقدسة بقى تفضل، ده أنت هيروغليفي، هقدر أكلمك، تعال بقى خش. اما عن الديموطيقيه اللي هي الثانيه بقى، الجزء الثاني، هي نفس النص بس بكتابات الشعب. يبقى الشعب اخترع كتابه سريعه شويه، بدل ما البومه تبقى بالريش ومش عارف ايه حرف الميم وحركات، لا هيروح على طول بسرعه، كانك بتعمل نسخ وكانك بتعمل رقعه، حاجه شبه كده. وبعدين النص التحتاني بقى خالص هو النص الايوني او اليوناني الاغريقي ده، واحنا خلاص كلنا فاهمين يوناني والدنيا كلها عارفه يوناني، فبالمقارنه بداوا يعملوا فك طلاسم الكتابه الهيروغليفيه. طبعا ده انا بقولها لكم بسهوله كده، لكن ده الشغل اخذ حاجه كتيره. اول ما اقول لك لوحه رشيد اللي الانجليز سرقينها وحطيناها في المتحف البريطاني ومش عايزين يرجعوها، وهبقول لكم تجربتي انا في الموضوع ده ايه لما رحت وقفت قدامها كده، ولسه بدي المحاضره عن لوحه رشيد. يعني انا مطلوب من مصر اروح اركب طياره اقعد 3 ايام في لندن، الراجل اللي طالبني هكلمه على لوحه رشيد بس. متخيل البني ادم ده متكلف قد ايه عشان واحد مصري يجي يكلمه عن لوحه رشيد في المتحف البريطاني بس؟ يعني مش هتعمل التور كله، مش هتدي كل الاجزاء بتاع هي لوحه رشيد اللي انا عايزها منك. فتقف بقى قدامه، يا هلا تقوم فعلا، تقف قدامه تتكلم، العسكري الانجليزي وراك بتقول ايه؟ عايز يسمع. العسكري الانجليزي واقف في ظهري عشان يمنعني عن الكلام عن لوحتي، عن حضارتي. عرفتوا قد ايه بقى السكينه تخش في القلب وتوجع؟ عرفتوا لما اقول لكم احنا عايزين نسترجع اثارنا ما حدش يقول لي خليها هناك ما هي احسن؟
لأن الحركة دي لما تحصل فيك تحس بالاستعمار ما زال موجود، ولكن هذه المرة استعمار حضارة بقى. معرفش يغلبك بالسلاح، طلعت ضربته في رشيد بالحلل وبالزيت المغلي وكبسته قدام الدنيا كلها في فريزر، في حملة فريزر الشهيرة لما الستات طلعت عليهم بالحلل وقتل من الإنجليز فوق 200 عسكري غاصب، ودي كان رقب رهيب للإمبراطورية التي لا يغيب عنها الشمس. الناس اللي سافرت لندن عارفين ان انجلترا ما بتشوفش شمس، يبقى ما لا غربت ولا شرقت اصلا. ولكن هتجد شيء عجيب جدا في هذه اللوحه. النص اللي حضراتكم شايفينه ده اللي هو النص اليوناني، اخر جمله فيه، شفت بقى؟ يبقى انا عايزك تعمل ايه لما تيجي تبص على اثر اي اثر في الدين؟ اقرا عنه واكتبه وتعيش ايه، شوف كل الدنيا بصه فين في الاثر ده. كل الناس والمرشدين وعلماء الاثار واللي ماسك كتاب باصص هنا، بص انت الناحيه الثانيه، بص انت الناحيه الثانيه خالص، هتلاقي بوابه رهيبه اتفتحت لك. ادي بوابه من البوابات اللي اتفتحت لك. كل الناس مركزه فين؟ في الهيروغليفي. كل الناس مركزه فين؟ في شامبوليون، عالم اللغويات الفرنسي شديد العصبيه. انا لازم اقول كده لان دي من صفاته اللي الدنيا كلها ما تعرفهاش عنه، كان عصبي جدا، وكان كمان كلماته خارجة. العالم يجب أن يكون مؤدب، علشان كده العرب زمان وفي دولة الإسلام لما كان الخليفة بيجيب المدرس لابنه الصغنن عشان ده الخليفة اللي جاي، كان يبقى المؤدب، هو دي التايتل بتاعه، ده اللقب بتاعه، لقب المؤدب. نعمل ايه دلوقتي في مدارسنا؟ مدرسين عاملين ازاي؟ يمسكوا الطلبة يعملوا فيهم ايه؟ بيوت الأيتام واللي بيحصل فين المؤدب؟ عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كان بابا جايب له المؤدب، فلما تأخر عن الصلاة وهو قد كده المؤدب بعت لابوه قال له يا خليفة ابنك اتأخر. ايه اتأخر؟ مش فوت، مش استنى لغاية لما الماتش يخلص، مش استنى لغاية لما الفيلم بتاع سعاد حسني انا شفته 70 مرة قبل كده وبسمعه جنب جوزي يخلص، لا ده اتأخر. تأخرت ليه؟ مرجلتي كانت ترجل شعري، تمشط شعر، مرجلته اللي بتمشط الشعر، المشطة او المرجلة، مرجلتي كانت تمشط شعري، وشعره كان حلو، عمرو بن عزيز كان شكله حلو. فأمر أبوه إلى مؤدبه احلق شعره كله تماما تماما، وانت بيبي صغير بقى وما كانتش لسه موضة مش عارف مين لا ده تأديب. طلع مين؟ طلع عمر بن عبد العزيز الذي حكم 2 و5 أشهر وبضعة أيام، وتوفي 35 سنة من عمره. حكم كام مرة تانية؟ 2 و5 أشهر و4 أيام، يمشي الحكومة في شوارع مصر بقى، مش شوارع أي بلد تاني، مصر الكبيرة العريضة اللي جمهورها كبير اللي شعبها عظيم، يمشي كده في الشارع بتاع الحكومة يقول مين عايز فلوس؟ الناس تقول له اكتفينا. مين عايز من بيت المال؟ اكتفينا. طيب مين عايز يتزوج؟ تزوجنا. 2 و5 أشهر، أدي الكلام، وله محاضرة لوحده سيدنا عمر بن عبد العزيز. نرجع اليونانية، آخر جملة بتقول إيه؟ آخر جملة بتقول إن هذا النص سوف ينقش على حجر صلد. طيب شكرا، عرف الماء بالماء، فيش أي جديد. وسوف يكتب باللهجات واللكنات الثلاث اللي هي الهيروغليفية والديموطيقية واليونانية زي ما اتفقنا، برضو عرف الماء بالماء، شكرا، ما فيش جديد. الجديد بقى اللي جاي، وسوف تضع هذه اللوحات في معابد مصر الثلاث بفئاتها. كان زمان في فئات المعابد 3 فئات، فئة 1، فئة 2، فئة 3 معابد مصر. فين؟ النص يقول لك بجانب سورة الملك فليحيا إلى الأبد. ده آخر جملة في النص اليوناني في لوحة رشيد. من كام سنة وأنا لسه كده زنطوط رحت قايل بس ده معناه أنه يوجد أكتر من لوحة رشيد في مصر، مش كده ولا لا؟ مش هو بيقول لك في معابد مصر بفئاتها الثلاث بجانب سورة الملك فليحيا للأبد؟ سهلة، روح يا وزارة الآثار شوفي فين المنظر اللي في المعبد اللي مكتوب تحتيه في الهيروغليفي الملك فليحيا إلى الأبد، احفر تحتيها هتطلع. شكرا، سهلة غير مكلفة، هنجيب ولادنا الصغيرين بالجروف والجردل البلاستيك بتاع الساحل الشمالي وهيعملوا كده هو وهيطلعوا اللوح. وروح انت بقى متحف يا بريطاني
العب بقى بعيد طالما انت حرامي ومغتصب ومش عايز ترجع لي حقي. هحط لك كده 14 لوحة كده في ميدان التحرير. لو ما جالكش 40 ل 50 مليون سايح ما فهمش حاجة وحاسكت مش هتكلم في السياحة بعد كده. في ايدينا ولا مش في ايدينا؟ في ايدينا. ما بنعملش ليه؟ ادي سؤال رابع. تعال نشوف الصورة اللي بعديها. لوحة رشيد. شامبوليون لم يكن هو اول من فك الطلاسم. هتقول لي توماس يانج. هقول لك توماس يانج اشتغل. لكن توماس يانج لم يكن اول من حاول. هتقول لي سيلفر ديساكي. هقول لك حاول ونجح في حاجات كتير. ولكنه ليس اول من فك الطلاسم او حاول فك الطلاسم. هتقول لي اكر بلاد. هقول لك تعظيم سلام لاكر بلاد والكل اللي يحب حضارته ويحب الدنيا ويحب التاريخ. ولكن اكر بلاد ليس هو اول من حاول فك الطلاسم. هتقول لي امال مين اول واحد حاول فك الطلاسم يا بسام؟ هقول لك العربي ابي بكر النبطي. مئات السنين قبل شامبوليون وهو المكنى بأبي بابن وحشية معمول عليه دكتوراهات عملها واحد مصري دكتور عظيم اسمه عكاشة الدالي عظيم حدش عارف حاجة عنده في مصر. عمل دكتوراه قلب الدنيا في انجلترا وقال لهم في واحد اسمه ابن وحشية في واحد اسمه أبي بكر النبطي وهو الذي حاول وكتب مخطوطة في منتهى الجمال اسمها شوق المستهام في معرفة رموز الأقلام. يا رايق يا رايق ايه العلماء الرايقين دول؟ اما احنا عصب كلنا عمالين نجري في الشوارع وندور الضرب في بعضينا. شوق المستهام في معرفة رموز الاقلام. عايز تقولي في جمال اكتر من كده؟ عايز تقولي في علم احلى من كده؟ عايز تقولي انجلترا بقى لما لقت الناس عندها ولع واللي جاي بقى هلع بلوحة رشيد فما كان منهم إلا هم عملوا نسخة طبق الأصل عشان الناس تلمسها لأن هم وجدوا أن كل الناس أول ما تشوف لوحة رشيد عايزين يلمسوها. طبعا إحنا بقى كمرشدين وكناس بقى don't touch and please don't touch if you touch it's not gonna go بتاع your grandsons are gonna fight أولادك وأحفادك مش هيشوفوها لو أنت كسرتها. الكلام بقى اللي هو ده إيه اللي بتكرره في اليوم بتاع مليون مرة. أول السائح أول بيشوف المنظر المصري القديم كل ده بيتحدف كل ده بينساه وبينجذب انجذاب مغناطيسي ناحية الآخر. فالمتحف البريطاني حاول كل حاجة مفيش فايدة. الناس عايزة تلمس يعني عايزة تلمس. فرح عمل لهم واحدة طبق الأصل. بص تحفة ازاي دي مش الأصلية ده مستنسخ من لوحة رشيد اللي انتوا شايفينه ده ويلا بيرميشن كله يلمس اللي عايز يلمس يلمس. وبالنسبة للسادة العظماء المكفوفين لماذا لا نبني متحف اسمه متحف المستنسخات؟ وأخيرا تم وضع برايل على بعض في متحف الأطفال ولكن نحن نطالب بكل المتحف المصري والمتحف السويس ومتحف الأقصر وكل متاحف مصر من أول أخيرة تتحط عليها برايل واعمل تسهيل شوية لمتحدي الإعاقة. يا راجل ده سلم المتحف المصري عمال ما توصله فوق خش على طول مباشرة على غرفة التحنيط. أنت هتخش على غرفة التحنيط من كتر المجهود اللي أنت هتاخده عمال ما توصل فوق. أنت اللي هتتحنط رغم ان انتوا زي ما انتوا عارفين انا ضد يعني ايه ضد ان الاجساد تتحط فيه فترين زجاجيه وعرض الايه المومياوات. انا ضد تماما عرض المومياوات ولازم الميت تتكرم وترجع لان اكرام الميت دفنه. اشكركم. بصوا بقى مكتوب ايه في المستنسخ. شهد شاهد من اهلها. نقرا مع بعض. كابتشرد برافو على حضرتك ان ايجيبت by the British army سنة كام؟ 1801. خد بالك من كلمة captured. تم أسره الأسير. واحد مسك حاجة مش بتاعته حاجة ما كانتش في حوزته أسره. لدينا أسير في لندن لدينا أسير مصري في لندن. فهل يتحرك السادة السياسيين وهل يتحرك سفيرنا في انجلترا وهل يتحرك كل الملايين من العرب لان احنا بنتكلم ان هو حضارة بقى علشان يطلعوا يفضحوا الانجليز اللي بيتشدقوا بالحريات وحرية الفكر وحرية الاداء. يا اخويا قبل ما تتكلم على الحرية هات اللي انت سارقه. المسلة اللي امام الفاتيكان
ولما بابا الفاتيكان كان في زيارة إلى الدول المجاورة كتبت له كده، قلت له حضرتك بتفتح الشباك وبتدي الموعظة قدام عينك، أكبر دليل على سرقة الطليان لحضارة مصر وهي مسلة من مصر، لو تسمح رجعها. ومن كام سنة لو كنت فتحته كده هوت مجلة جميلة أوقاتها كان اسمها روزا اليوسف، كنت هتلاقوا كده شاب مصري يطالب بعودة 14 مسلة من روما، ورحت السفارة الإيطالية عجيب فيزا وحروح لهم هناك وحطالب ال 14 مسلة اللي موجودين في ال 14 ميدان، ومنهم البيازا ديل بوبلو اللي حضراتكم شفتوها لما سافرتوا إيطاليا. بيازا ديل بوبلو البيازا بتاع الميدان بتاع الشعب سان جوفاني، هتلاقوا فيها بتاع جحطموس الثالث، ودي كانت أكبر مسلة في تاريخنا. تقول لي وانت هتقدر تسترجع مسلة يا عم بسام إذا أردت أن تطاع؟ فأمر بما هو مستطاع. 14 مسلة عايز ترجعها؟ طب مسلة واحدة، أنا مش طماع. الكونكورد، الله ينور على حضرتك. خد عندك المفاجأة بقى، إثيوبيا بعد حاجة و70 سنة استرجعت مسلة أكسوم الأثرية من إيطاليا بعد أن حطمها موسوليني لثلاث أجزاء وبعتها لإيطاليا واتحطت في إيطاليا واقفة وشيدها، ولم يكل ولم يمل الإثيوبيين اللي أغلب الشعب فيهم مش لاقي كسرة الخبز يأكلها، ولكن حضارتي ما سيبهاش، وبالفعل استرجعوها واحتفلوا احتفالية عالمية وقفوها تاني في إثيوبيا مسلة أكسوم. فإذا كانت إثيوبيا قد، وإثيوبيا حضارة، حضارة، سيبك من اللي بيعملوه دلوقتي والصهاينة والنهضة والكلام ده كله، ارجع ورا خالص، ارجع ورا خالص، شوف شوف الحضارات كانت عاملة ازاي. كابتشرد، ده انت بتقول لي الدليل الأكبر لما أروح المحكمة الدولية، لما أروح لاهي وأقول لهم في لاهي الإنجليز حرامية، الفرنسويين حرامية، الإسبان حرامية، الأمريكان حرامية، مفيش متحف بتخشوا يا سادة إلا وبتلاقي فيه الآثار المصرية، ما بالكم تاني أكبر مجموعة آثار مصرية في العالم بعد ميدان التحرير، بعد متحف ميدان التحرير اللي فيه الآثار المصرية 100 أو 120 ألف أثر تقريبا غير المخازن اللي تحت الأرض. روحوا زوروا المتحف المصري، اذهبوا لزيارة المتحف المصري، وروحوا دلوقتي عشان تبقى الآثار جوه، علشان محدش عارف لو رحتوا كمان سنة ولا بتاعك هتلاقوا حاجة جوه ولا مش هتلاقوا. نتساءل أين ثاني أكبر كولكشن أو تجميعة آثار مصرية في العالم؟ متحف تورين بإيطاليا، ليس اللوفر وليس البريتش ميوزيوم وليس برلين وليس لايدن وليس نيويورك المتروبوليتان وليس بروكلين وليس سان دييغو ولا ميوزيوم اوف مان ولا اي حاجه من الحاجات دي، هو في تورين. صديقنا داخل للمديره بيقول لها انا مصري دخلينا ببلاش على الاقل، خلي عندك شويه اتش 2 او ولا او 2 ولا اتش 2 ولا حتى زرنيخ ودخلينا. ماذا كان ردها؟ ماذا كان رد مديره متحف تورين للاثار المصريه القديمه؟ هو بيقول لها اثارنا، راحت عامله له اثاركم بس، هي كانت اجابتها كده. وصلت ولا ما وصلتش؟ وصلت ولا ما وصلتش؟ اثاركم، اني اثاركم دي، اني اثاركم، خلاص اصبحت اثارهم. وعندما تكلمت الاستاذه منى وهي ليست اثريه ولا مرشده سياحيه، صديقه لنا بتحب مصر، رفع سماعه التليفون كلمه برلين، برينج باك نفرتيتيز هيد، نفرت ايتيز هيد، كان رد متحف برلين عليها كمان نفرتيتي ناو از ا برلين جيرل، يعني بعد كده فراولين نفرتيتي هر اخناتون. فتقول لي طب انت يا بسام هنجري على العالم نشوف القوانين، نشوف القوانين، الحقونا يا عالم، ياهو عارف انت يا عالم ياهو بتاعتنا دي، ها فنجري على اليونسكو، قوانين واتفاقيات اليونسكو، اتفاقية اليونسكو سنة 70 التي تم تشغيلها في 72 ودخل فيها السادات 73 ومضينا عليها العالم كله، وخلاص بقى عودة الآثار وحماية الآثار من السرقة وكل الكلام ده.
افتح لك اتفاقية اليونسكو الاقي لك فيه مادة اسمها المادة 4 اللي انا اطلقت بعد كده عليها مادة العار، والكلام ده اتقال للوزير على الهوى من 5 أيام 6 أيام، وزير الآثار الدكتور ممدوح الضماطي. هلخص لكم المادة 4، البرنامج موجود على اليوتيوب علشان تموتوا على نفسكم الضحك. إذا أهدت دولة لدولة أخرى جزء من تراثها الثقافي، محمد علي قام الصبح، الناس اللي بتحب محمد علي قام الصبح، طبعا كلام إليك يا جارة، كويس، قام الصبح أنا حدي لويس فيليب صاحبي في فرنسا مسلة هدية على أساس يعني إن الكلوك تاور اللي محطوط في مسجد محمد علي ده، الساعة اللي بالبرج ده، برج الساعة ده اللي محطوط ده، كان هدية من لويس فيليب. بالمناسبة الساعة دي عمرها ما اشتغلت، اللي هو عارف انت الساعة ما اشتغلت خلاص، والشاندلير ومش عارف ايه، واحنا بنبعته مسلة، مسلة رعمسيس الثاني في معبد الأقصر الرهيب. فتذهب هذه المسلة لرعمسيس الثاني، مش حاجة اسمها رمسيس بقى، اتفقنا خلاص، حدش يقول رمسيس ولا يزعل منكم، رعمسيس، كويس. يقول بقى اتفاقية 4 تقول ايه؟ يشكل هذا الارث ارث ثقافي للبلد الثانية، لان البلد الاولى ادتها له طوعا او على شكل هدية او باتفاق المسؤولين. انا مش عاجبني في الدنيا دي كلها الا باتفاق المسؤولين. اني مسؤولين؟ واحد بيحكمنا مش مصري، فهو لا، اولا غير مصري، اثنين ليس من حقه، ثالثا السادات اهدى 10 تماثيل ابي منجل بكلام اشرف العشماوي في كتابه سرقات مشروعة، واللي قال فيه ان السادات اهدى 10 تماثيل لابي منجل. ابي منجل قاعدين عملت كده اهو علشان احوريكم ابي منجل فين دلوقتي. هذا هو السادات رحمة الله عليه، لنا أخطاؤنا، يعني كلنا كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، خلاص معروفة دي. هقولك زوري ده انت استنوا عليا النهاردة، لأن حاجة من الاثنين، يعني نطلع من هنا كلنا احنا وزارة الآثار ماسكين ورق وكرتون، عارف انت. طيب فجينا فتحنا الملفات ديت، يا عم مصر انسلخي من قانون اليونسكو، ده آخر قرار ليا بقى خلاص، اطلعوا بره قانون اليونسكو، مش عاملين حاجه، ده هذا القانون البلاستيكي المهين. فيرجع يقول لك قال انه قانون يحمي الاثار المصريه، فين يحمي يا ابني؟ اسكندل وقتي مسله رعمسيس الثاني بقت جزء من الارث الثقافي لفرنسا طبقا للقانون او للاتفاقيه، عشان هم ما يزعلوش، لان انا ما قلت قلت اتفاقيه يا استاذ، هي دي اللي احنا هنتناقش فيها دلوقتي، عارف انت تمسك في اتفاقيه ولا قانون؟ اتفاقيه يا سيدي. ازاي الحال؟ يعني انت بعد كده لما تروح في باريس او لما تقعد مع اصحابك في مش عارف المارديديو ولا السكركور تقول لهم جو مابيل رعمسيس، اخذ خلاص الجرين كارد او الجنسيه. حلو الكلام؟ فكل هذه الملفات مع سرقه الاثار مع بيع الاثار على النت مع الصور مع الدوكيومنتس مع الصور اللي انا خدتها لما رحت الكيان الصهيوني ودخلت القدس المحتله وصورت جوه متحف اسرائيل اثارنا، وكل ده هوريه لكم ان شاء الله، كل ده اتسلم للوزير السابق، ما فيش تليفون اترفع عليها. ادي واحد. هتقولي لي وطبعت دلوقتي، احنا اولاد، عارف انت النظام ده، احنا اولاد النهاردة. طيب احنا اولاد النهاردة، فتم في قناة يعني صديقة لكم او يعني زميلة لكم، قناة تلفزيونية، اتصلوا بيا قالوا لي يا استاذ بسام عايزين نفتح ملفاتك كلها امام الوزير على الهواء في مواجهة جميلة طيبة مؤدبة هادية عشان نوصل لحل. قلت لهم والله الله ينور عليكم، انتوا كدوا اعلام اضرب لكم تعظيم سلام، احنا عمالين ننقد الاعلام طول الوقت، لكن لما الاعلام بيعمل حاجه كويسه نقول له انت بتعمل حاجه كويسه صح. طيب مواجهه مع سياده الوزير، وحضرت ورقي وحضرت بتاع، وكنا 3، الاثنين التانيين ما اعرفهمش، يعني ما اعرفهمش شخصيا، خد بالك. اتصلوا بيا بعديها بيومين 3، استاذ بسام تم اقصاء فلان الفلانيه وتم اقصاء فلان الفلاني، اتفضل حضرتك. قلت له معقوله انا اللي اتفضل؟ انا اللي بقالي 15 سنه مطلع عينهم اتفضل؟ طب ده حاجه هايل، ده فعلا في تغيير، فعلا ده حاجه فيها تغيير اهي. 24 ساعه قبل الحلقه مكتب الوزير يتصل بالقناه، بسام الشماعه لو جوه الاستوديو الوزير مش جاي، ما معنى الكلام يعني؟
فيتم إقصائي يوم قبل الحلقة، يوم قبل الحلقة ما بتحصلش.